رحمه الله. قالوا قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجو وكشل وفعل اللازم مثل قعد له فعل بالتراد انتراد ما لم يكن مستجبا فعال أو فعل من فدري أو فعال فأول لامتناع كأبا والثاني للذي ارتضى تقلبا للدا فعال أو لصوت وشمل سرا وصوتا الفعيل كصهل فعولة فعالة لفعولا كسهول الأمر وزيد جزولا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النغل كالسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجمل إجمالا من تجملا تجملا والسعي استعادة ثم أقم إقامة وغالبا التالزم وما يلي الأخير مد وافتح مع كسرة الثاني مما افتتح بأمس وصل كالصفا وضم ما يربع في أنذار قد تلملنا فعلان وفعللة لفعللة وذا المقيس الثاني الأول لفعل الفعال والمفعلة وغير ما مر السماع عادلة وفعلة لمرة كجلسة وجعلة لهيئة كجلسة غير الثلاث بت المرة وشد فيه هيئة كالخمرة. المصدر المصدر الحدث الفعل له مدلولان زمن وحدث. المصدر هو الحدث ضرب لها مدلولان زمن ماضي وحدث هو الضرب. استخرج لها مدلولان حدث الاستخراج وزمن هو الزمن الماضي. المصدر قال رحمه الله فعل قياس مصدر المعدة. قال السيبوي رحمه الله هذه الأوزان موضوعة لما لم يسمع من العربي فيه كلام. إذا لم تسمع من العربي مصدر لفعل معين ارجو إلى هذه الأقيسة لا أنك ترجو إلى مع وجود السماع. السماع مقدم واضح. قال الثلاثي المتعدي سواء كان فعل كفهمة أو كان سواء كان الثلاثي المتعدي سواء كان فعل بكسر أو فعل بالفتح قياسه فعل. تقول فهمة فهما فعل فعل وضرب ضربا فعل قياسي قياس مصدر المعدى من ثلاثة كرد رد وفعل فعل اللازم مثل فعل اللازم بابه فعل كفرح تقول فرح فرحا جوي جوا شل شللا وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل مثل بفعل صحيح وبفعل ناقص وبفعل مضاف وفعل اللازم مثل قعد له فعول بالطبع. فعل اللازم قياسه فعول قعد قعودا جلس جلوسا نما نموا وفعل الذين قعد له فعول بالطبع كغدا غدا غدوا غدوا سوى غدوا ما لم يكن مستجبا فعالا أو فعالا من فجر أو فعالا من يستحق هذه فهو الامتناع فعال الامتناع. تقول أبا إباء شرد شرادا نفر نفارا أبقى العدل إباقا ما لم يكن فهو الامتناع كذا أبا إباء. والثاني للذي اقتضى تقلبا اللي هو فعلان ما لم يكن فعالا أو فعلان تقول غلا غليانا غلا غليانا. والثاني للذي اقتضى تقلبا للدا فعال أو للصوت فعال للصوت وللمرض تقول مشت بطنه جوشا زكب زكاما وفي الصوت تقول رغى البعير رواء خار البقر خوارا واضح ماء القط مواء رغى البعير رواء أنا نقول داف عال أولي صوتي وشمل سيرا وصوتا البعير البعير بالصوت وللسير تقول يمل يميلا ضرب من السير رسم رسيما وفي الصوت صهل صهيلا زأر زئيرا نهق نهيقا أولي صوت وشمل سيرا وصوت البعير فصهل اقرأ. فعل اللازم قياس الفعول بالله إذا استوجب فعال أو فعال أو فعل أدل على هذه المعنى فعال للإباء وفعلان للاضطراب وفعال للصوت للصوت للمرء صدع غالي صدع يصوي وقال الصداع بالتأكيد لكن فعل لم أذكر هنا زكما زكما نعم زكما زكما إلا قل
يبطل نزمه. نعم هناك العالم لازم البيان بدل نعم قال فعل لها مصدران قياسيان وهما فعول وفعل. قالوا إذا كان الوصف لها فعل يكون المصدر لها فعولا سهل الأمر فهو سهل سهولة, وإذا كان فعيل تكون فعالا ورفا فهو ظريف المصدر ظراف. وما أتى مخالفا لما مضى وما أتى مخالفا كثير معظم الأفعال الثلاثة قياسية. نحن قلنا فعلا فعلا وفعل المتعدي قياسه فعل, لكن لو قلت علم حسان علم لا تقول فيها علما لم يقل هذا احد تقول علما, فمعظم الثلاثه غير مقيس في الحقيقه. وما اتى مخالفا لها بابه النقل كسقط تقول سقط سقطا القياس سقطا وسمعت. ورضا تقول رضي 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 القياس فيها القياس فيها رضي فاعله القياس فيها رضا رضا كجوي جوان, لكن قال فيها رضوانا أنا قول وما كان يخالي هذا بالنوم كسقط ورضا كذب كذب تقول كذبا كذب كذبا كذبا القياس فيه فعل فعل لازمة قياس فيه فعل لا يقال هذا قول وما كان يخالي هذا.